خلاص يا دكتور نقطع. يا عم يوسف يا ربنا اسمع والعزم. النهارده عندما يتحدد المهر والناس اللي يبقى عندها بنات وتحدد مستويات المهر هي نفاسه. المهر ملوش بيع. اسمع مش عايزك تفتيلي وما تعمليش رقبتك كده وجسمك. دكتور بيتكلم ده طلاق على المهر يعني يوفر اسباب الحياه. دكتور انا عارف ناس اصدقاء ليا اسمع دنيا ودين لا يا صريحه في القران بيقول لي انا ايه يا استغفر الله العظيم يا دكتور. اسمع ازاي يا دكتور حضرتك بتقول ده دكتور. هذا الدكتور السفيه محمد المهديلي يتطاول على القران الكريم اثناء المحاضره في علم الاجتماع السياسي في معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، ولما الطلبة بيرجعوا يقولوا لي يا دكتور دي في آية قرآنية صريحة يتطاول على القرآن بكل وقاحة وقلة حياء، يعني الإسلام يحارب من أهله، الإسلام يحارب من أهله ومن داخله، كيف يكون هذا مربي أجيال وكيف يؤتمن على أنه ينقل العلم والتعليم للطلبة، كيف يكون هذا أهلا لمسؤولية التعليم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نجينا مما نخاف وحسبنا الله ونعم الوكيل.